من الشيف شادي اليوم وصفة كتير حلوة الكراب سوزيت. لكل بيضتين بدهم حوالي الكباية من الحليب وبدهم حوالي الكباية من الطحين. لازم شو تعملوا؟ تحطوا اول شيء نص كباية تخلطون بيجمدوا مزبوط، بنحط شوية حليب بيرخوا معنا، بنرجع بنزيد طحين، بنرجع بنزيد حليب، بنرجع بنزيد طحين. بهالطريقة بيطلع عنا مزيج بيعقد. عندي المقلي حامي حط فيها زبدة وزيت، بزيد عليهم من البرتقال، عصير البرتقال، عصير الليمون، سكر بودرة وبرش برتقال وبرش كمان من الليمون.